وحلايف وشلاتين كمان. هي بقول لك ايه؟ عمري 6 انا عمري ما شفتش الواد زيزو الكهربائي جعورة. انا اسمي جعور مش جعورة. صدق بالله انا كل ده فاكرك جعورة. ما تزعلش. طب ما شفت الزيزو؟ مش معنى سيسو ما اللي يعمل سيسو انا ممكن اخدم حضرتك فيه. انت كهربائي؟ لا انا مش كهربائي بس اتعلمها عشان خاطر حضرتك يا ست العرايس. على ما تتعلمها بقى كنا انا رحت شفت فين زيزو. طب رايحه فين يا ست سناء؟ رايحه فين يا معلم شرشابي؟ ست الكل بنفسها. ازيك يا صالح؟ محدش بيشوفك يعني. موجود يا ست الكل. بقول لك ايه؟ ما شفتش زيزو الكهربائي؟ زيزو؟ شفت؟ مش هوصفهولك. ايه يا اخويا احنا هنشتغل بعد على الصبح؟ عارف ولا هتفرهدني؟ يا ست اهدي عليا شويه ده انا عارف كل حاجه بس قوليلي. اقول لك ايه؟ هو منين بيودي على فين؟ من احسان لهاله يا على الكراكون يا على المأذون انت وبختك بقى. عرفت منين ان شاء الله؟ العصفوره قالت. العصفوره منها لله. استنى يا ست سناء الحقي. ايه يا اخي صبري عايز مني ايه؟ المعلم الشمشابي متنفرس كده على الاخر وانا خايف لحسن يجرى له حاجه. تلاقيك انت اللي نرفزت. والله ما عملتلوش حاجه. قولي يا واد قلتله ايه؟ ما عملتليش حاجه خالص. قلتله ايه يا لك؟ ما قلتلوش هو عايزه كده متنفرس والله. لا لا انا ايه؟ انت يا بنت ايه اللي منزلك بمنظرك ده من فوق؟ هو انت على طول منظري ده مش عاجبك؟ الحق عليا يعني انا بشوف طلبات البيت بدل ما انزل زن عليك. زن؟ هو في زن انيل من كده؟ في ايه؟ عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه. النهارده الصبح اتكهربت وكنت هموت وتخلص مني. عايزه زيزو الكهربائي. يا رب انت وامك بحق جاه النبي في ساعه واحده. عايزه ايه يا اختي؟ عايزه المعفن الكهربائي زيزو. زيزو؟ طب اطلعي وانا هندهولي. يا بنت خلاص اطلعي فوق يا بنت وهبعته لكم. طب والنبي يابا بسرعه ما تاخرهوش. يا زيزو قول يا اسطى. كتير كده يا عم لطفي. ولا كتير ولا حاجه. شوف يا اسطى يا زيزو عم السكه كانت زحمه. يا ريس جاي. تعالى. حاضر يا ريس انا جاي. تعالى كل معايا لقمه. ما ديك شايف بقى يا عم لطفي يا عم سيبك منه تعالى كل معايا لقمه. معلش مره ثانيه بامر الله. ايوه يا رياسه. يا عم حاسب يا عم. بس انت امر يا رياسة. يا ست ايه بقى؟ ده انت من وانت قد كده وانت مشاكس. اه غلبان يا معلم وربنا. غلبان؟ انت غطسان فين يا ابني؟ بندور عليك بمنكاش بقالنا كتير. انا تحت امرك يا ريس اهو. والله عمك قنديل قالب عليك الدنيا. ده ايه انا وعدت وفنيت بيه؟ انا مؤاخذة يعني انا مين عشان اوعد واركب؟ ده انا غلبان. اه غلبان قوي. وربنا غلبان. وربنا لو قعدت اكلمك ثلاث ساعات ما اطلع منك بجملة. بدل بقى ما اطلع منك بجملة اطلع صلح السخان اللي انت بوظته. طب نص ساعة بس يا معلم. ولا دقيقة. بنت الكهرباء كانت هتروح فيها النهارده. اعملها اتنين لينيا وغير بقى وحط لهم فيشه جديده. امرني امرني يا ريس. يلا يا اخويا بسرعه بسرعه. اه يا زمن. بس هذا جعور. لا يا معلم. انت اتخرصت ليه؟ اغيرك واجيب واحد بدلك النادي ولا ايه؟ لا انا صوتي ما وجعنيش خالص يا معلم. يلا يا اخويا. عندنا غساله عاديه، عندنا غساله موتوماتيك. موتوماتيك؟ تعال يا حاج خدي لك هديه. وقرب يا ابن الحلال وهات لك شيال. قرب الناس من المحل يخرب بيتك. شايب النعناع يا سيدي المعلم. تسلم ايديك يا سناء، كنت عندي لحد ما اخلص. وخلي امك تيجي تستلم بنفسها الفيشه، مش كل شويه تحرجيني مع الراجل. ما الفيشه هي اللي كل شويه بتسخن. ما انت لو صنايعي شاطر مش هتخليها تسخن. فيشه سافله. عندها امك. امي نايمه في اوضتها. طب بقول لك ايه يا زيزو؟ ايوه يا ستي. ما تعرفش من غير لمس بقى. الله خلاص يا اخويا من غير لمس. جسمي بيقشعر. خلاص خلاص. ما تعرفش محامي كويس؟ اعرف بس عايزاه ليه؟ اصل انا عايزه اتطلق. تتطلقي؟ الراجل لسه مرمي في الحبس تروحي تتطلقي؟ بقول لك ايه ما تستهبلش عليا، انا عايزه اتطلق علشان. عشان مين يا اختي؟ عشان مالو؟
شرمي. اسمع بقى يا بنت الناس عشان ما نلعبش في دماغ بعض. احنا اتفقنا اللي بينا صحوبية، استجداع، استلطاف، مش اكتر، ولا نسيتي؟ يا عبد العزيز حس بيا شوية. يا ود انا بقيت احلم بيك. يا ربي. وانا كل ما اركز في المصلحه ورقمه العيش تطلع لي مصيبه من تحت تقطيع الارض كان العكوسات مصروفه لي. ويعني يا اخويا هو انا كنت سالتك بتعمل ايه عند قنديل في مخزنه؟ خرب بيت ام المخابرات اللي مشغلاها. هو انت فاكر ان في حاجه في شارع عبد العزيز بتحصل وتخفى عني انا؟ بقول لك ايه يا زيزو، ما تقابلني بكره. لا بكره ولا بعده ولا بعد شهر كمان. عندي خبر هيخليك تترمي في حضني وما تطلعش. يا ست خبر ايه اللي عني بقى وسيبيني. لبنى هتتقري فتحتها الاجازه الجايه على العصر. مش هيحصل. يبقى تقابلني بكره عشان تعرف بقيه الموضوع. اه يا مراري، اه يا مراري منك يا سناء يا بنت الشرشابي. ايه جم التركيز اللي انت فيه ده؟ خلاص يا حاج انا ظبطت الفيشه بامر ان ما فيش حاجه. طب اقول حاجه تانية ولا اتكل على الله؟ رايح فين يرحم امك؟ الله جرى ايه يا طنط؟ انت مش حرامي فطرت الميه ايه مالك؟ مالي؟ جاكمله يا اخويا لما تبقى تململك في ضلوعك. بقول لك ايه يا ام، انا عارفه الحركات بتاعتك دي كويس قوي. عايزه تعمليهم اطلعي عندك التليفون بره وقولي للشرشاب اللي انت عايزاه. لا 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 ده انت فجرتي على الاخر وعايزه تاكلي قلم على وشك عشان ما تصلي على النبي يا حاج امار. الله سلام يا حبيبي. في ايه؟ مفيش حاجه حصلت ده كله. الله ولا امشي انت يا زيزو. شوف ايه موضوع الولايه دي. امشي وامشي انت يا زيزو. يا ولاد المدنيين ما تنساش بكره هستناك. امشي يا زفته. نعم. عايزه مني ايه في يوم اللي مش معدي ده؟ عايزه اعرف ايه اللي في دماغك بالظبط؟ ما هو كل يوم والتاني تبعتي تجيبي زيزو الكهربائي قال ايه؟ فيشه الحمام ضربت. مش عليا انا الكلام ده. أكيد في بينك وبينه حاجة، بترتبوا حاجة من ورا ظهري. عايز أعرف إيه اللي بينك وبين الكهربائي قبل ما فشفش عظمك وأنت واقفة. اللي بيني وبينه حب من طرف واحد، بجري وراه بتدلدق عليه وبتحايل عليه وتقلان عليا مش راضي. وبيني وبينك هيرضى بيا ليه؟ ده أنا واحدة خارج بيت ياما خليني شايلة في قلبي وسكت حسن لو انفجرت هولع فيكوا كلكوا. لا 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 ده مش انتي. ايه يا بنت الكلام الفارغ ده؟ ايه يا بنت البجاحة والجراءة دي؟ ازاي تكلم امك بالشكل ده؟ ما انتش مكسوفة على دمك لما تقولي انك انت مدلدقة روحك عليه وهو مش موافق. انا بقى مش هسكت ولازما ابوك ياخد خبر. اه ابويا ده بالذات السبب في كل المصايب اللي انا فيها دي. اللي جوزني للجعر بتاعه بهلول الحرامي اللي بيشتغل عنده، ولما سرقوا زيادة شوية سجنوا ورماني ورا ظهره زي ما اكون كلب خشب مش لحم ودم. ولعلمك إذا عايزة تروحي تقولي له قولي له أنا مش هخاف من حد بعد كده، وإذا مد إيده عليا همشي وأسيب لك البنت الطربة فوق دماغك. غوري غوري من وش جاتك مصيبة. مش هقول لك تاني يا أنور، الفلوس دي هي اللي هحتكم عليها أنا واللي ورايا. وأنا قلت لك قبل كده برقبتي، وإذا كنتش واثق فيا يا عم إحنا لسه على البر. لا واثق فيك، بس أنت بقى لو مش واثق في المستورد بتاعك ده فكك من السفارات وتعالى قفل معايا غسالات. يا عم أنا هكتب معاه ورق مش سمك في مية. وبعدين الراجل عمره ما قال لي معايا. جمد قلبك كده بس واتكل على الله. يا زيزو انا حاطط كل فلوسي زيك. يا راجل يعني مش مخزن حاجه تحت البلاطه كده في الكلوب اللي فوق ده؟ لا لا تحت البلاطه والكلوب دي تتنظر يا زيزو. ماشي توكلنا على الله. وعملت ايه سكه التوزيع؟ يعني انا اخد منه ووزع فوري بس في السر. ها عشان الحيتان الكبيره تحل عن قفال. خدت الايس اب بتاعتك؟ اه صحيح في علبه الحلاوه الطحنيه بتاعتك دي. ادي 50 معاك هم دول 250 يبقى كده تمام. تمام. اعمل لك فاتوره على 7 جنيه الحته ماشي؟ يا جمايلك يا ابو الانوار. اتكل انا على الله. سلام. طيب انا هنجز واطل عليك، واطل عليا بكره زي دلوقتي. ها؟ ماشي. الله يخرب بيت زيزو على اليوم اللي شفناه فيه. أنا مش قلت لك هاتولي من تحت الأرض؟ متحنط عندك بتعمل إيه؟ إيه؟ إديله السماعة عشان أديله على دماغه. إيه يا سيدي المعلمين؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ الله مش في اتفاق بينا؟ مش كلام رجالة؟ مش في شغلانة لازم نخلص منها؟ ولا أنت كنت بتعمل شوية في الأول كده وخلاص؟ ها؟ بقول لك إيه؟
قول لي بالظبط انت ناوي تعمل ايه يا سيد المعلمين. ما انا في الموقع اهو. جاري تنفيذ المهم على اكمل وجه. لو ربنا المشوار ده ما كانش ينفع اتاخر ابدا. بامر الله اسلمك 20 حته على بالليل. ماشي يا معلم. سيبني بقى عايز اركز. هبقى اكلمك بالليل. ماشي ماشي ماشي. سلام. فضل. بقول لك يا شافعي. انا يا اسطى عايزك بقى بالخمسه اللي دي تشبرقنا فول وطعميه. اوعى تنسى الطرش. ماشي يا اسطى. بقول لك ايه، انت مش هتريح لك ساعتين؟ ده انت من الساعه 2 بالليل واقف على رجليك يا جدع. مش وقت، وتوكل انت على الله. ماشي. انسى الرجاله يا شافعي عشان احتاجك وتنزله اللي خلص وتطلعوا لي الجديد. انا يا اسطى بقول لك ايه، انا عايزك تكلم المعلم قنديل ينزل لنا طبيخ من عنده فوق في البيت. ها، لحمه، فراخ، اي حاجه بدل حرق القلب اللي احنا فيه ده. فدي بقى عندك حق، بس انا هسيب المهمه دي عليك. شافعي. انا يا اسطى. هات الخمسة جنيه كده. هي خد ال 20 دي. اه هات لنا معاك اتنين حاجه ساعه. حاضر. وبجنيتين شوكي. ها حاضر.